السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين النهاردة كده في الوكالة يوم الأحد هنشوف تشكيل الجواكت ب250 جنيه عند حسام. شايفين الأشكال تحفة، هنشوف مع بعض كده وهتشوف الجواكت وحلاوتها ما شاء الله. الخامات بتاعتها جميلة أوي. الطرف ده ب250 جنيه، ما شاء الله. 85 ب100، كوتشيات باب 100 120. في حاجات غالية وفي حاجات رخيصة، بتمشي الشارع بقى بتلاقي في حاجات كتير حلوة. والطرعة ديت ب35 وب50، ما شاء الله الأشكال كلها جميلة زي ما انتوا شايفين كده. الاستندات مليانة، بتمشي بقى من بتلاقي أشكال وألوان وبتلاقي خامات مختلفة وأسعار كمان. ده زي ماسك كده، أي حاجة كانت ب10 جنيه ده تاكله فين؟ تحت الكوبري كده، يعني تحت الكوبري عند الجراج، كانت اي حاجه ب10 جنيه. في حاجات كتير انت لو ما انتيش عارفه ان هي بتستخدم لايه مش هتعرفيها، لان حاجات كلها مستورده. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الحاجات كلها، في غسول للبشره، في حاجات ماسك، في كريمات، في لليد وفي للايد. حاجات كل الحاجات اللي انتوا شايفينها ديت، الحاجات ديت اي حاجة ب10 جنيه. فيها حاجات مختلفة كتير، كريمات، مزيل، بودرة، مزيل عرق، غسول، فيها في ماسك، في حاجات كتير، كانت اي حاجة ب10 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. هي حاجة ب10، هي حاجة ب10. مش عارفة هي، ما انت بتشوفي بقى الحاجات الصلاحية بتاعتها. لوشن ده، في حمام كريم، فريش في زيت، زيت فروع اللي انا عرفته، وضع وش زيت فروع، بورك اس، بورك اس بتاع ايه مش عارف، مش عارف. يعني فيها حاجات حلوه بصراحه. اي حاجه ب10، ده اي حاجه ب10، ده اي حاجه ب10، ده اي حاجه ب10. ده اي حاجة ب10 جنيه، دي كلها ايه؟ نسألها بقى، اسأليها. هو ده بتاع ايه؟ يعني حاجة بنكتشف في البيت. غسول؟ غسول الوش، الوش يرتب كده. ده حلو، ده ايه ده ب10، ده اللي هي اللي تقريبا ب10. فين؟ تحت الكوبري بالظبط. شايفين الاشكال شكل عامل ازاي؟ بقولك ده شيكي ب100 جنيه. اسمك ايه؟ سلمى. قولي فرش ام معاذ مشهور. فرش ام معاذ؟ طب انت معروفه؟ قولي بس ما تبينيش. لا لا لا، اساليني على حاجه وانا اقول لك. ماشي، بتقولي لنا ده بكام؟ ده بكام؟ ده بكام؟ انا كنت معاكي
سلمى. سلمى بتاع 60. سلمى كنت بقى بخمس. سلمى ده بكام؟ 50. بودرة مائية ومعاها السفنج. بودرة مائية ومعاها السفنج ده ب 50. ما شاء الله عندها حاجة. بكام الرموش دي؟ 10؟ 10؟ ده 50. حلوة أوي الأساس ده. ده كام؟ 50؟ 50؟ حلوة أوي المسطرة دي. ده بكام يا سلمى؟ 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 40؟ طب كم يا سلمى؟ 60؟ 60 اهو شايفين الحاجات دي ما شاء الله. سلمى سلمى افتحي دي كده افتحيها. شايفينها اهي سلمى ما فيهاش حاجه. 30. 30؟ ده بكام ده يا سلمى؟ 10 بتاع الماركات. 10 عندي مسكايت بيدور. بيدور لا 30 تقريبا. بيدور كده يا ابيضه طويله هلا ايه؟ ما خدتيهوش ليه؟ طب ما هتلاقي عندك روايح تاني هناك. بكام البرفانات من هنا؟ بكام؟ تصوري برضو؟ اه 15 جنيه. 15؟ و10 جنيه. اي و10 جنيه منزل عرب ده 15؟ 10 جنيه. اي منزل ب 10؟ انا ب 50 جنيه. والصبغه والحاجات دي؟ الصبغه ب 75 جنيه للريال. وريني كده؟ على فراخ صلاحيه. بكام؟ قلت بكام؟ ب 100 وكام؟ بكام دي؟ بكام؟ 35. بكام؟ 35 اللي صلى على النبي. ده بكام؟ 75 جنيه. 75. وعندي منها البلدي والغرنيه ب 50 جنيه. 50 وزي دي الريحه هنا بكام؟ من هنا بكام؟ لا هنا كام؟ لا لا الله ما عشان معانا 50 جنيه. ايوه ربنا يوم. ايوه 50 جنيه. 50 جنيه ايوه ربنا. ايه يا عم؟ 40 اهو يلا اهو ب 40 جنيه. ايوه ربنا. ايوه ايوه ازاي 40 جنيه؟ لو عايز ابقى في دي موجود موجود. 40 جنيه واللي حد منك قد ايه؟ 40 رجالي صح؟ دي رجالي في كل حريم. وريني الحريمي بتاعه كده؟ نعم. الحريمي بتاعه فين؟ ايه؟ حريمي. حريمي كله بعلب وفي منه مقفل حاجات مقفله مثلا في يعني اللي انت كنت ماسكاها حالا دي علبتها ومنها مقفول. بصي علبه مقفلتها تفتحها فتحة ايديك. ب 50؟ ايه؟ ب 50؟ ب 50 جنيه. ولا بتاع الماركات وصل يالا. والله زي ما انتم شايفين دي ماركات عند سلمى عندها حاجة في ريحتها جميلة على فكرة. العشرات العشرات الحبيو. راح كل الريحه الموجوده عندهم ديت جميله وريحتها تحفه ما شاء الله. في حاجات بقى ب 15، حاجات ب 50، ب 45. حلوه قوي الجزمه دي شكلها حلو ما شاء الله. الاشكال كلها حلوه والريحه بتاعتها جميله. عنده حاجات ب 10 ب 20. مش كله، كل حاجه ولها ايه سعرها. 15 جنيه البرفانات اللي ديت كانت ب 15. في حاجات ب 50. 15 ب 15 ايه؟ صراحة ريحتهم ريحتهم جميلة. حلوة أوي. السويتشيرت ده كان ب 150 جنيه وفي حاجات ب 150 150. غالبية كل التيشيرتات اللي قدامكم دي كانت ب 150 جنيه وب 100 175 والبناطيل
وبصراحة كان في كذا سويت شيرت كده تحفة، ألواناتهم والتفصيلة بتاعتهم كاجوال كده وجميلة. وفي قمصان، في جاكيت قماش، جاكيت جلد، في حزمة، في لعب أطفال، في لبس أطفال كان ب50 وب35 وب25، وبنطلون كان بناطيل ب80 ب75 ب100، يعني حاجات ب50 ب75 ب150 150 زي ما انتم شايفين. اللبس ده زي ما انتم شايفين اللبس ده ما شاء الله حلو، في شريطه، في حاجات بنص، حاجات بكم، بناطيل، البناطيل ميلتون هناك جميله، في ب120 حلو، او السويت شيرت ده كان ب75 جنيه، في حاجات ب85، حاجات ب100، حاجات ب200، الاشكال اللي قدامكم، في حاجات ب35 65 و55 كمان، ما شاء الله كل التشكيله جميله زي ما انتم شايفين كده، 100 120 175، يعني طول ما انت ماشيه كده الاستندات بتبقى مليانه باسعار ما مختلفه، كل واحد ايه حاطط ايه سعر، بس بصراحه الحاجات هناك حلوه، بتروحي بتحتاري يعني، ان في حاجات اصلا بتبقى، في حاجات بتكت، في حاجات بتكت مش متلبستش قبل كده، والخامات بتاعتها جميله ما شاء الله، شايفين الاشكال دي كلها ايه حلوه. اول البضاعات دي كانت ب50 جنيه، كانت قط كده، حاجات ب60، بلوزات، يعني في حاجات كتير، يعني انت طول ما انت ماشيه كده بتلاقي حاجات مختلفه، حاجات ب100 120 150 180 150 100 120، كل الحاجات، البناطيل، بناطيل جينز، بناطيل ميلتون، في حاجات كتير بصراحه. كوتشيات ب100 120، اول استندات ما شاء الله الاشكال كلها حلوه، في 55 75 120 180 200، في حاجات حلوه كتير ما شاء الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير، لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما شاء الله الاشكال حلوه كلها زي ما انتم شايفين كده، كلها الاستند باب 50 25 ب35 ب40 75 ب80 100 120 130، اشكال كلها مختلفه، في ب250، في جواكت حلوه قوي هناك، او زي ما انتم شايفين كده كل الاستندات دي كلها جميله ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.